يمشي. يا الحاجة قلت لك نوضني أربعة أصبحت نوضني ذرك. خلاص هيا نلحقوا نلحقوا مشي. وين تلحقوا وين تلحقوا الفجر خلاص أذن. لا لا ماشي الفجر نروحوا نجريو لابوست أصاحبي العشر الأواخر تسبقا العباد يواظبونا على لاشين في لابوست الخشوع عشرة تاع الصباح يبدا باش تخلص شوية طران. راكم تجاهدوا شيخ. نجاهدوا. هاك جبت شيك سكور شد حطها مسكين واش واحد يدير لك بقات واحد 6000 جبدها لي معاك روحك. هيا ربي معاكم ربي معاكم راكم تجاهدوا روحوا تجاهدوا في البوستات في ليميري. بالك 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 طلع يديك سما طلع يديك طلع يديك طلع يديك. اي اش بيها هذه وشكون انت؟ نحيد البنتية. لا لا شي تفضلي مدام تفضلي. لا 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 مفاجأة الجمهور الكريم مفاجأة كبيرة جاتنا معنا أصغر وزيرة لحكومة سلال طروا. سلال راك شغل كي رمبو حكومة سلال سلال دو سلال طروا راك شغل رمبو شيخ الرصاص ما يخلص لكش ما يطيحمش الملعود. مرحبا بك معنا كما قلت أصغر وزيرة في الجزائر هدى إيمان فرعون وزيرة البريد والاتصال وتكنولوجية الإعلام. شو ذاك الأسم؟ السلام عليكم خيي. سلام. بالعباس خيي بخيار الناس خيار الناس. بالعباس خيار الناس. على كل حال على ذكر بالعباس نهضر مع المسؤول تاع بالعباس احشمو احشمو عندكم لاك واحد حصلتوا به خطر تصرفوا 20 مليار خطر 40 مليار عندكم واحد حصلتوا به. على كل حال وهذه شكون هذه اللي عتروسه هذه؟ تفضلي. انا لقيت كره 6600 دفعه الفيسبوك. فيسبوك عندي ودفعه تسمى انت هي تاع سيله هذه سمع انا كنت نحب نهبشها مثلا نجيها من اللور ونحب نهبشها من الشعر ليه نحكي معاك. خلاص ساي 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 خليك فيسبوك محلول عندك فيسبوك اشوتيني اشوتيني اشوتيك اشوتيك سمعي ماشي قلت لك ديزاكتيفي فيسبوك اسمحي لي. قلت لك على كل حال نعاود نرحبوا بك اصغر وزيره في الجزائر صاحبك انت راكي مخلطتيها لنا احنا راه مدهشين كيف حتى وين داروك ولا كيفاش داروك وزيره احنا يقولوا بلي في بعض الروايات بلي كان باباك كورونا المتقاعد هو اللي ضرب عليك جوست ما راك قلتها كورونا المتقاعد ما كانش با جينيرال ما كانش جينيرال وما تنساش خيي بلي انا اصغر بروفيسور في الجزائر. بروفيسور قلت كي بروفيسور تعرف تعرف ما دعم لو كان نحب نجربك مثلا نعم. شوك تهضري فرنسي مليح ولا ما تهضريش صح احكم الجمله هذه باش نولي حداد لازم نولي نحدد هاي سهله هذه C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Forgeron! Forgeron! J'ai une clé. Far! فار تاع طوموبيل اسكت عليه كود فار كود فار اسكت عنده الحق انت راكي غلطه شيخه على كل حال انت قلتي بلي اول بروفيسور كوم سي وكانه في البلاد ولا في البلاد يستعرفوا بلي ديبلوم وفي روايه اخرى كذلك الاستاذ يقولوا بلي خوم الصح تلاقى بك في الويمارس تاع العام اللي فات في المظاهره هذيك ويقولوا ربما هو اللي دخلك في الوزاره. شوف يا خي يقولوا وش يقولوا شا دخلنا فيهم انا فخوره جدا بالمسيره اللي درتها وما تنساش باللي انا ديت الباك الاج دو سيزون وربيت خياتي وقريتهم وصرفت عليهم. مليح مليح الله يبارك الله تكونيكتي قاعد كره تاعك شيخه سمعي اي ماشي قلت لك ديزاكتيفي فيسبوك اسمحي لي. على كل حال شيخه انتي راكي وزيره جديده نقول لك بلي مليح بصح راكم دايرين تبهدل مؤخرا شيخه لا جروند بوست مثلا كيفاش خديتي قرار باش تولي متحف والخدامين دخلوا الصباح وما على بالهمش؟ معليش انا مازالني صغيره بصح نقدر نديسيدي كمان ديسيدي. على كل حال هذا القرار ماشي انت اللي تاخذتيه تاخذوه قبلك. اسمع ليك راهي ادير في السيلفي شيخه ادير في السيلفي سمعي بهدلتيني سمحي لي. قلت لك دوم على الفيسبوك شيخ. شوفي شيخ نسقسيك كيف يعني عيب مازلنا في 2015 مازال لا كونيكسيون تروح مازال التليفون ما يمشيش سيبري سيبري انا اللي انا سودير لا كونيكسيون تروح لي انا نقعد بلا خدمه. شوف خيي احنا غادي نخترعوا روبو كيما خوتنا في اليابان نخترعوا الروبو هذا تمد له النيميرو سي سي بي يبعث لك الدراهم حتى للدار ياك. هذا الروبو غادي نسميوه روبو حبوجه. حبوجه ايوه مليح مليح حبوجه هذا باين بلي كاش عالم في بلعباس حبيتوا تكبروا به صحيت حبوجه اطلق عليه تضرب فيه ما تضربش البوليس ما تحشموش على خاطر كل جاو يحشموا ما يديروش كيما هاك في النساء واش كاين واش كاين وانا بالي بيه منا بالعقل على المراه يا العتروسه قاعده تكونيكتي شوفي شوفي الوزيره تاعك عتروسه قعدت كره نودي نودي مكتب نودي 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 هاي 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 لا تيا تكونيكتي بعدو 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 واش كاين واش بيكم كي المهابل واش تضربوا شكون ضربكم؟ احنا نديروا لاشين في لا كروند بوست جاو لابوليس قالوا لنا انتوما مع جماعه غردايه
ضربونا مع الجماعه كاع ضربونا. يا قلنا لكم لا للعنف، كل خطره نهضر معاكم الناس واقفه تروحوا تضربوهم. يا سيدي حتى وقفوا سيدي، معليش يوقفوا، العنف ما يجيبش حل، خليهم يهضروا وخليهم يكونوا متحدين مع خاوتنا في غردايه مع الاباضيين ومع الملكيين. يا سيدي نساندوهم حنايا في ناس كاع الغردايه نساندوهم. اي جاكسي خويا صح راك حاطه اليوم يا شيخ، وهذه اللي مسات على زارتي صاحب الجاكسي. اقول لي الجاكسي تاعي زعما كيقاد يحركني اسبانيا ولا مارسي ولا باريس؟ وي بصح لازم لك فيزا. معليش نعيط لخضر تولو صاحبي، قالوا لخضر تولو زدي لي فيزا انا والجاكسي تاعي. ايوا نروح. ساحق ساحق. اي معليش هيا اخبار الخارج مع لا في ميناء. وحدي ما هضرش معاهم. اخبار الخارج مع فيمينا، اليوم رايحين نتكلموا على ظاهره الافارقه اللي راهم يتجولوا ويحوسوا في الشوارع الجزائريه، واللي بلغ عددهم 50,000 حراق منهم 6,000 طفل. مساكن ودرك هذ الناس هذو مساكن خليتهم يدخلوا البلاد ما حبيتوش تخرجوهم، تهلاو فيهم، ما كانش جمعيه تهدر، ما كان هيئه تهدر، كل طفل عنده الحق في التعليم وفي الصحه. ولا لا لا ولا واش قال اوموا. وزيدوا نقولوا ثاني بلي رانا متضامنين من هذا السطح مع خاوتنا في غردايا مع الاباضيين ومع الملكيين، وان شاء الله ربي يطفي هذه الفتنه هذه. امين يا ربي امين. باندي باندي مش يهضر معاك. انا نفريني ونهضرش مع وحدين. هي كلامي كلامي. نزلتي برك متغشش عليا. شو ولاد الهضره تاعك تغشش، احنا نقولوا منرفي. شوف شوف باندي واه شوف شوف جات كي تاعي مليح بخليطه. عندك جاسكي شباب شيخ. قلت له هذا جاكسي تاعي تاع كي داير قهوي، هذا اللي تاعي في كوردون. روح تاعك راشي كاع، شوف تاع في كات موتور الجاسكي تاعها. يهبل. جاكسي تاعك تاعي؟ وي. والله لا تاعي خير. يا ودي روح راشي كاع روح. والله لا تاعي خير. شوف. أنا والله ما جاكسي، ها ولا جاكسي. ها ولا جاكسي. خلاص خلاص. هذاك جاكسي. هذا جاكسي. والله ما جاكسي يا سيدي. والله لا تاعي. والله لا تاعي جاكسي والله. والله انا تاعي جاكسي. يا ودي خلاص خلاص، جا هذاك ما عندهش جاكسي، عنده الكوات تاع الارض. شوف جاكسي تاعك فيه الكوردون فيه الشباب تاعك خير. ايش هو؟ تاعها تاع قليط. ايه. جمهور الكريم نخلوكم مع ركن الرياضة مع الزميلة المحترمة الصحفية انها كيبسولا. اش قلت؟ زميلتي زميلة شغل تزوجنا ثلاث سنين سي بون، وليتي شغل خويا اختي خالتي فاروج. انت وخالتي فاروج. اسكت اسكت انغم. بس الخير عليكم، معكم كبسولة في سبور مقني من درك بداو يديروا له لا بريسيون كحلة المناصرين تاعو، وراهم جايين قريب 50,000 مناصر في الايروبور. ام يقولوا لك يا الحاج راح تتقلب راك ترم بريزيدون. كبسولة شوفي يديها واش راكي ترى ماركة. ايه صبعتك شيان وشوية شيان. شوفي شوفي لاليونس صافي دير كوا؟ صافي دير لاليونس اللي شريته لك تبحر لك. فوالا اكزاكتومو عمدا عمدا قتلوا عمدا صافي دير. معليش عينيا كون قلت لي شريت لك واحد ب 7,000. ما تفهميش انت يا راه عيط الخط بتاعك دخلت خط واحد صافي دير كوا؟ صافي دير ريحتك راح تخرج لي قلبي، روح دوش الخانز. يا مشي يا اخي ما تفهم ما تفهم. السلام عليكم. السلام. واش راهي الزوجة تاعك؟ الزميلة الزميلة ما بقاتش زوجة ذاك. المهم أنا فرحان كي ولا السي مغني الفرقة السياسي، نباركوا له ونقولوا فيها خير إن شاء الله فيها خير. شوف سي سعد أنا نحبك بزاف على بالك. نعم. وإن شاء الله إذا كنت مول سطح راح ناحي غوركوف وديرك أنت تدرب الفريق الوطني السطحي. بارك الله فيك يا أخي، فرحتني يا أخي، أنا حكروني بزاف. صحيح سادة صحيح ما تبكي صحيح. هكذا نجيب اللاعبين، نجيب لي يزيد منصوري، ونجيب مزاير، نجيب حامد ناد، نجيب عنيشاد، نجيب بلوطي، نجيب كاع الحراس تاع المرمى، ونزيد هذاك المهرج تاع الزاوج سمير يضحكنا. خلاص بصح كاع قدم هذو شيخ. هو ما تدربش الا تجيب هذو. صافي انا ما ندربش. صحيح صحيح لا لا درب 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 كي تجيبهم كاع. صحيح تربح تربح. يا اخي ان شاء الله فيها ياك نجيب فلوطي. جيب اف دندن هابري نعاود. كنت هي قولي قسما بالله لا انا. نيشان انا تاني باندي مو جاكسي. جاكسي احمر بدلته لا صاي بدلته ماشي ندير الاخضر. اي موك جات اي ما تسمي عليها ها ولا تفرج عليها صح. اي باي باي. انا بكم اعزائي المشاهدين معكم دائما باندي مو جاكسي اللي مشيت نخرج ازوزا في الاميري او جاكسي خونوا لي لك واحد قسما بالله يدولي حكومه. السلام عليكم خويا. خويا السلام عليكم. الاميري تاكل قد عطيني ازدوز ازدوز واحد روك ثاني ازدوز ازدوز في رمضان
على قلت لك انا يا بين بحرو ما تخافش ربي انت اجدوس في رمضان والعزه في رمضان تمك صايم اوه سيداتي سداتي قال لي مارك صايم يكذب ربي عذبه ها ماك صايم والله ماك صايم قسما بالله انت وكال رمضان محروق العدام دير لسانك هاك تم تخافش ربي ما تخافش مكش عبك بلا رانا صايمين على على قدره الماء ما على بالكش بلي الاسلام والدين والدوله والاسلام فيه رمضان ما على بالي لا بيك لا بالدوله طلع عزدوز ما كانش لا عزدوز لا طريز خلاص ما تنرفاش ما تنرفاش هاي تبغوا ترقدوا في رمضان اه بزاف اصاحبي رانا نعياو سخانة نيشان انا تاني قسما بالله انا جاي بدرة ما يخونونيش الجاكسي تاعي ارقد 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 هيا ها هو الكليماتيزر اللي يضرك معليش بغي برد الحال اوه غير الحاج سامو حلا نرقد فيك ريحة الحال باين حيلك راك حامض ماكي اختي ماكي ماكي تشوفي في هذا الحمار راقد ها ماكاش عزوز ايه طفقي تعايريني انا اللي فاطر ها تي وكانت رمضان محروقة العظام دايرة لبس لي هنا السروال مالك مت صبحت اليوم كالعادة كار مكان حتى واحد بصح الجوارين غادي ينخلعوا اليوم باسكو كاينة مفاجأة ميت في السطح بعد مرور حوالي ثلث ساعات جيبوا لابوليس بعد مرور حوالي 7 ساعات و30 ثانية و4 دقائق عيطوا لي بومبي بعد مرور حوالي 700 ساعة و300 ثانية و540 دقيقة وربع جاءوا لابوليس سمعونا مازال ما جاوش لابوليس لابوليس معكم لابوليس لابوليس سيونتيفيك لي زيكسبير لي ان سي اس معكم الانسبكتور جايح والانسبكتور فايح والمساعد نتاعهم حميد كلافيها بقى بقاك الشيخ انسبكتور بقى وين بوزي وات فاسي بولاها نخدمو الخدمة نورمالمون نبداو نخدمو نحب القضايا المعقدة انسبكتور نعم هذا نقول لك كينات هذا مخم خوه ضربوه ببياضو شور ديركت من كوفالا وطاح عند الشط واش تقول؟ ديرك برك الفوها ست اسبكتور نشوفو صح دوك نقول لك توتويت خلاص على بالي واش بيه هذا كي كان صغير كان حمار ما كانش يقرا وتعقد ما جاب السيزيام قلت لك يمرده الشيخ وهذا كان يبيع البن وفاق بلي البن تاعو خاطر درحوه وتكومبليكسا ومات كي الكلب واش كان يدير قبل ما يموت انسبكتور؟ اسنا خملها مليح قلت لك كان بقال معليش ندير شويه فوق وسط طبي يا شيخ افتح له كرشو ما جبتش الكوبونغ دقه ما تقلقوش دقه ولا حامد كلافي هاي دقه هاك هاك اصاحبي فتحوه من بعد نشوف انا دقه غادي كينا ما سيبارتيش الدم فلاخ فلاخ صحيح تعطيك صحة واللي قتل الضحية هو هو كلاميكو الروز في كان شوية شف هك الروز الروز والله غير الروز هذاك تاع 2005 شم عطيني هذا يموت على الأصبع نتاع مدي جديدة هذا سوا مات مجيف سوا مات مدبوح سوا قتل روحو ما كانش بلاصة الهرسة فيه الهرسة انسبكتور خلاص لقيت لانديس لانديس راهو في الهريسة حميد واشيخ وين كاين الهريسة نروحو لدي جديدة ناكلو الكارنتيكا نعرفو شكون جاب الهريسة نحب القضايا المعقدة ايا نروحو السلام عليكم ما تاكلوش عروسة جماعة ولا ربني مليح هي جات هي جات بعد ما كانت زعتانة حبها في قلبي زعتانات قلت هي البارح سهرانة حميد حميد راك تشطح عيشة عيشة واش كاين خويا واللي قتل الضحية هو هو كلاميكو أنا ما قتلت حتى واحد كيفاش ما قتلت انسبكتور هي اللي قتلت ولا كيفاه دقها دقها تهنوا منها لا لا حبس هذيك خاطيها عندك الحق خاطيني نقول لك مانيش وحدي في السطح كاين زوج توام هنا ماشي هما خاطيهم اي نروحوا بصح يبيعوا القش كيفاش اللي ما نبغيهاش بدات صعب القضيه حميد
وين يبيعوا الحوايج هنا؟ وين يبيعوا الكارانتيكا؟ نقدبوا اللي يبيعوا القش سيطادير في مدينة جديدة عقباوك يعيطني. أي نروحوا. واللي قتل الضحية هو هو كلاميكا. راكي ديري شامبو فينوس ولا بري شامبو هاد تشول درس لا ما ديري لو ميم وعندك لانيمي وعندك ليفاريس وخربت موتيا موتيا هي اللي قتلتها سبيكتور. سي بون سي بون خاطيهم هاد الزوج اي نروحوا. انا على بالي اي نروحوا. ايوا سبيكتور. نعم. انا حاجه اللي نعرفها هاد السيد راه خاطب 10 نساء وما حبش يتزوج بيهم والناس كاع يسالوا له دران. اي يا سبيكتور سي بون. انا على بالي قلت لكم خاطيهم اي نروحوا. سبيكتور راني نهضر مع سيده وفي دار الحق او كان كل ما يعدي يقول لي صباح الخير. واش كان يقول؟ صباح الخير جماعه تعقدت القضيه بزاف باينه. حميد تبعوني ديريكسيون على بالي شوين. جماعه القضيه زاد تعقدت 30 سنه ومازال ما حكمناش القاتل. شوف يا شيف بعد 30 سنه من التفكير والتشاور جو بونس هو اللي مانار اللي قتلو. هو اللي مانار حبيبي ونبغيه. ما تنجمش تنقب هذا دوخنا اللي قلنا تعرفوا. واللي قتل الضحيه هو كلاميكا. حبس قول لي انت كليت بزاف الروز كي كنت صغير. كليت الروز. كنت بيع الحوايج في السوق. كنت نبيع الحوايج. كنت تقول صباح الخير. كنت نقول صباح الخير. اما لا انت هو القاتل. كلاميكا. كلاميكو بلا كلاميكو. جماعه بقات نقطه وتفرى القضيه لازم ندفنوا هذا الميت. ايوه حميد. ربي انا عارف اذن انا مزيد. انا يقتلني رمضان يقتلني. بعد 30 سنه هذا ونعرفنا الحل. سما ماشي الراجل اللي قتلو رمضان هو اللي قتلو. اسبكتور المشكل سكسي درنا رابور عليه بلي ميت ودرنا له شهاده الوفاه كيفاش ديرو درك؟ راك تسمع مليح شهاده الوفاه سي تادير راك ميت مور الله يرحمك. فوالا ما نخسروش الكارت هكا صاحبي هاك دقاه غادي هنا. بوي خويا قتلني. حميد راك سير بلي مات. كملنا معاه الشيخ الحمد لله هذا وفرت القضيه. جماعه نقول لكم الصح دحمان عنده يومين ملي ما باش راح لغردايا النار يشعل في غردايا هذيك. ربي يجيب الخير برك يا ولدي. الاباضيين والمالكيه راكم خاوه ومن بكري وراكم خاوه استهداو بالله وخافوا ربي. بحليطو والعنف تاني ما عنده وين راح يوصل. بيان سور عمي انا ما فهمتش حاجه كيفاش يكذبوا هذوك لي فواي وبعد يطلقوهم يقتلوا عباد الله. علاه والله لا حرام والله لا حرام. بحليطو مام لا بوليس الله يحسن عونهم خويا. الخوه تحكينا واش كاين؟ صرا الباطل صرا الباطل الخوه دزنا في مور 19 ميتين طفل صغير وحرقوه يا ربي. واش صرا في البلاد ديروا حاجه بوجي والخوه اسمث الا يصغر زايف اقراغ يذون اقراغ يذون. انا حبيت نقول حاجه فقط برك هاد الناس هادو شكون هما استفاد من الفتنه هذه اللي في غردايه؟ شكون الناس اللي من وراء الفتنه هذه؟ وهاد الدوله هذه ما تخدمش خدمتها ما يبقاوش يقولوا لنا كلمه زوج ايادي خارجيه. هذا مشكل داخلي نفريوه بيناتنا هنا سلطه الدوله ماشي في الخلايع والهف. حتى الناس اللي في الديار يشوفوا فينا نقول لهم ادعيوا عاونونا بالدعاوي. حتى الناس اللي في شبكات اجتماعيه فيسبوك مثلا عاونونا خاطر من دقيقه هذه احنا نقولوا في سطح جورنال بوستو كلنا غردايه.